بينضم لنا طبعا روبير بيضة أبيض. الأبيض، عفوا أستاذ روبير، صباح الخير، يعطيك العافية. كان واضح جدا البيان امبارح، وحضرتك خلينا نقول أنه مسؤوليتك أنه رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني. تفضل. صباح الخير. صباح النور. اليوم نحن فعلا اللي عم نستاء منه هي الحكومة، تصريف الأعمال وكل نعم قراراتها. اليوم كل نعم قراراتها هي الطائفية وتعزيز الحقد والكراهية والشرخ بين المواطنين. اليوم نحن ما بقى فينا نحمل هذا النوع من الانقسام الوطني، لأنه نحن بصراحة البيان واضح، عم نطالب اليوم انه كل هالحكومه تصريف الاحمال توقف عن زرع الفتنه، اذا بدك ما عم بيعملوا الا هالامور هيدي. وسمعنا مره من مئاتي اللي كمان كثير مستاء منها الكلمه، انه بده يزور البابا فرانسيس ويبحث معه عدد السكان المسيحيه في لبنان. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ هل نحن عم نقدر نكمل بوجود نحن أصحاب الأرض؟ أنا بدي ردد بكلام البطرك الراحل إغناطي سازين مثلث رحمات حين قال لبشار لحافظ الأسد: نحن أصحاب الأرض وأنتم ضيوف لدينا. شو عم بيعملوا اليوم بجنوب الأرض الداعسة سيدنا المسيح؟ شو عم بيصير فيها؟ بدنا نسأل. هيدي اليوم رسالة، اليوم أنا بدي أوجهها ل رئيس الحكومة تصريف الأعمال، إنه وقفوا زرع الفتن بين الشعب اللبناني والطوائف. نتذكر أحد الماضي كمان يا أستاذ العزيز، أحد الماضي سكروا بيروت وما قدرنا وصلنا على الكنيسة لنقدس. نحن نهار الأحد عنا يوم مقدس نروح مين على اللي الكنيسة سكر بيروت؟ نصلي. سكروها كان في حفل سيارات سرعة، ايه، وفي نهار كمان ما تنسى لما بيعملوا الماراثون كمان بيسكروا تمام بيروت. ماراثون. ما يعني عم بحسهم دايما انه هن عم بيعملوا، اذا بدك عم بيستفزوك، عم 100%. بيستفزوك المسيحي. نحن طيب الطائفه بس سؤال الرابعه، استاذ روبير، انتوا عم تقولوا لازم يعدلوها اليوم كحد اقصى، والا شو؟ والا نحن رح نتصرف بغير طريقه، رح نفرجيه لو علي الوزير خليها مفاجاه هاي الخبريه، انه نحن رح نتصرف على الارض مثل غيرنا. اليوم ما بقى فينا ننطر نحن، لانه نحن شعب المسيح مثقف، نحن ما بننزل على الارض، نحن ما عندنا سلاح، نحن ما بنخبط بالسكاكين ولا بنخانق ولا بنطحش. نحن عندنا طرقات. الكلمه، هي الكلمه اقوى من السكين واقوى من السلاح. نحن ما بيخوفنا سلاح ابدا، ما بيخوفنا النعرات الطائفيه، لانه نحن ثقه كبيره بوطننا. طيب انت كنتم على المدارس، هي تاخذ القرار، ما تعطل نهار الخميس، صحيح واذا ما رد صحيح وزير التربيه وخلصنا. صحيح صحيح، هيدا نحن لانه ستنا نحن المطران عودي قال مرة الماضي انه نحن لدينا جامعات ولدينا مدارس، لدينا مؤسسات، لدينا مستشفيات، ما بقى تهمشونا، ما بقى تستعملوا بهالطريقه معنا. نحن كطائفه الوحيده اللي منفتح على الاخرين وما بنحاسب حدا، ولكن صح ما حدا يجرب يدق فينا. صح استاذ روبير، يعني سؤال اخير، صحيح يعني النجيب عجيب؟ نجيب عجيب ايه، والاعجب من هيك انه هاي المذكره يا استاذ عبده طلعت على ايام حكومه رفيق الحريري وبعده عم بيعملوا فيها. في مره بتذكر لغوا لنا يوم الجمعه العظيمه. ايوه، لا شو قال هذه ما الوزراء؟ ايام السنيوره، هي ايام ايام السنيوره ما السنيوره. بدنا نلخبط. وشو بس قالنا وشو قال ايه شو قالوا الوزراء؟ ايه غلطنا ما انتبهنا، ايه ما الظروف انتبهوا، ما ما هن انتبهنا. دايما بيغلطوا وما بينتبهوا، ما هو الواحد لما بيغلط ما بيكون بس منتبه. السنه كان في اكستنشن لعيد الفطر، يوم ايه زياده. يوم صحيح 100% نعم 100%. بيخلونا نحكي بالطائفيه مع انه نحن ما بنحب نحكي الا وطنيه. شكرا لك بالضبط. استاذ روبير الابيض على هذا التوضيح، رئيس المجلس الوطني الارثوذكسي اللبناني، يعطيك الف عافيه.